حفلة للنجمة تايلور سويفت تسببت بهزة أرضية في سياتل، إذ تجاوز عدد الحضور 70,000 عادل. هزة أرضية تسبب رقص الجماهير ممزوجاً بآلات الموسيقى، نظام الصوت العالي تسبب بهذه الهزة الأرضية. تعادل تقريباً زلزالاً بقوة 2.3 على مقياس ريختر بحسب علماء الزلزال في أمريكا. هذا الحفل الذي أقيم في وسط مدينة سياتل في نهاية الأسبوع الماضي تسبب بهزة الأرض بشدة، ما أدى إلى تسارع أرضي أو ما يعرف بالزلزال السريع. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.